تاني يا جماعه بنتكلم عن بيولوجيكال ثيرابي، قلنا الانواع المختلفه بتاعته، قلنا الانفليكسيماب وقلنا في الاديليماب وقلنا في الاديليماب اللي هو الهيوميرا، وقلنا في الجلوميماب اللي هو السيمبوني، وقلنا في حاجه اسمها انتي انتجرين ثيرابي اللي هو الفيدلوزيماب، وقلنا في حاجه انتي انترليوكن 12 و23 اللي هو اليوستيكيماب اللي هو ما يعرف باسم ستيلار ب 25000، وقلنا في حاجه اسمها الجاك كاينيز انهبيتور تمام، او التوفسيتيناب تمام. دول الحاجات الموجوده عندنا. طيب قلنا برضه من ضمن الحاجات الجرعه بتاعه البيولوجيكال ثيرابي فيهم الانفليكسيماب الجرعه بتاعته 5 مللي لكل كيلو، يعني لو العيان وزنه 60 50 5 في 60 ب 300 الحقنه 100، يبقى العيان هياخد ثلاث حقن، هياخد ثلاث حقن عند جرعه 0 و2 و6. 0 اللي هو اول جرعه هديها له النهارده، بعد 2 ويكس هدي جرعه ثاني، بعد 6 ويكس هدي جرعه ثاني، وبعد كده كل شهرين يعني كل 8 اسابيع هيجي لي مره ياخد الجرعه نفس الجرعه 5 مللي لكل كيلو اي في انفيوجن تمام. مشكلته انه ممكن يحصل فيفر هيديك تشيلز هايبوتنشن ابدومينال بين، ممكن يبقى لو في انفكشن يحصل لها فليرنج، عشان كده بنطلب من العيان ده ان هو يعمل شيست اكس راي، بنطلب منه ان هو يعمل تيبروكلين تيست، بنطلب منه الحاجات دي كلها. طبعا بيزود الريسك اوف مالجنسي، ممكن يعمل دي ماينيتنج ديزيز او دي ماينيشن، ممكن يبقى في انتي بودي فورميشن، يبتدي يتكون له انتي بودي بعد فتره، وللاسف ساعات بنضطر نعمل انتي انفليكسيماب انتي بودي، ما بيتعملش غير في مباراه العصافره في اسكندريه. نتاكد لو العيان في 28% من العيانين دول ممكن يتكون لهم اجسام مضاده، وللاسف لو اتكون لهم اجسام مضاده هيبقى الريسبونس بتاعهم للعلاج وحش او ضعيف، وده ممكن يضطر ان هو يبقى شيفتنج على حاجه ثاني. الاديليماب انا ما كنتش عايز ادخلكم في التفاصيل، لكن خلينا نتكلم عنه برضو ريكومبيننت هيومن اميونوجلوبولين، ونفس الكلام هو انتي تيومر نيكروز فاكتور ابروفد من الاف دي اي، وكان اول ابروفال ليه في الروماتويد ارثرايتس، لكن استخدم بعد كده في حاجات كتيره. الاندكشن ثيرابي بتاعته ويك زيرو بتاعتي بقى 40 مللي جرام، بعد كده بتدي 80 مللي جرام، بعد كده 160 مللي جرام. ويك 2 بتبتدي تقلل الجرعه شويه، بتاعته والمينتنس بتاع العيان انك تمشيه على 40 مللي جرام كل 2 ويكس. العيان بياخد كل اسبوعين بياخد 40 مللي جرام، يعني بياخد حقنه واحده، الحقنه 40 بالمناسبه، يعني هو بياخد حقنتين، كل قد ايه؟ بياخد حقنتين، بياخد حقنه الاول وبعد كده بياخد حقنتين كل اسبوع، ولغايه ما تبقى تمشي تدخله في المينتنس اللي هو 40 مللي جرام كل اسبوعين. خلي بالكم التاني ده كنا اللي هو الانفليكسيماب كنا بنقول كل 8 اسابيع بياخد حقنه في المينتنس، هنا كل اسبوعين بياخد حقنه المينتنس بتاعه. دي الجرعه بتاعت الاديليماب او الهيوميرا. طبعا ممكن يعمل رياكشن، بس خلي بالكم الهيوميرا بتتحط سبكوتينيوس، الحقن بتاعته عامله زي حقن السكر كده لو حد شافها تمام. ممكن يحصل معاه لمفوما او انفكشن او كلام من ده، بس بصراحه الحاجات دي قليله ما يعني ما تحدث او يعني ما بنشوفهاش صراحه بكثره فيه. الجلومي ماب وكان في مرحله ما كان في 3 يعني كان لسه ما اعتمدش، دلوقتي حاليا الحمد لله خد ابروفال، وخد ابروفال في التريتمنت بتاع الالسيتيف كولايتس مش كرونز، يعني بيستخدم واسمه سيمبوني. الجرعه برضو تقريبا في حدود 11000 جنيه، الحقنه بتاعته بتبقى فيها دبل تيك، يعني بيبقى فيها ضغطتين كده علشان تعملها، برضو بتبقى مماثله شويه لحقن السكر، وبتبقى برضو بتطعتي سبكوتينيوس. الفيدلوزيماب وده مش موجود لسه عندنا، لكن هو حاجه من الحاجات اللي ممكن تستخدم، واخد ابروفال في الالسيراتيف كولايتس، افكتيف في الاسترويد سبيرنج، العينين اللي هم مش نافع فيهم الاسترويد بيبقى الجرعه بتاعته مماثله شويه لمين؟ للجرعه بتاعت الانفليكسيماب 300 مللي جرام بتعطي اي في 0.26، ده نفس الكلام اللي قلناه، وبعد كده كل 8 اسابيع يعني الجرعه بتاعته بالظبط عامله زي الانفليكسيماب. خلي بالكم هو كاتبها لك هنا 300، لكن هي برضو الجرعه 5 مللي جرام لكل كيلو، فممكن تزود او تنقص، بس بيتاخد عند جرعه 0.26 وبعد كده بيتاخد كل 8 اسابيع. ده الفيدلوزيماب. الاستيلاره او اللي هو اليوستيكيماب اللي هو احدث حاجه،
وزي ما بقول لحضراتكم ده سعره 25,000 جنيه، تمام الحقنه منه، وده انتي انتراليوكين 12 و23، وبيستخدم برضو بيعمل سبريشن لمين؟ بيعمل سبريشن للسي دي 4. السي دي 4 دي الخلايا اللي هي بتتعرف على اللي هي الكرونيك فورم او تي سيل، تمام، التي سيل اللي هي بتتعرف على اللي بتتعرف على اي انتيجين جوه الميكوزا على اساس ان هو حاجه عظيمه، فيبتدي يكسر فيها ويكسر في الميكوزا ويكسر في الحاجات دي كلها، فهو بيقفل السي دي 4 وبيقفل الانترلوكين 12 و23 اللي هو بيطلع. خلاص لسه في استادز عليه وفي استخدامه. الجدول ده بيلخص الموضوع كله بتاع البيوت الانفليكسيمات بتاعتي. مش عارف بتاعتي جرعة 0 و2 و6، تمام. المينتنس بتاعته كل 8 اسابيع. الاديليماب او الهيوميرا وبتاعتي سبكوتينيوس، والحقنه بتاعته عامله زي السكر، زي حقنه الانسولين بتاعت السكر، 40 ملي جرام الحقنه 40، بتاعتي 160، بعد كده 80، بعد كده المينتنس بتاعته 40. خلاص اول جرعه بقابل فيها العيان بديها له 160، بعد اسبوعين بدي العيان تاني جرعه حقنتين لان الحقنه 40، بعد كده بخلي العيان ماشي على جرعه مينتنس اللي هي 40 ملي جرام كل ايه كل اسبوعين. خلاص الجلومي ماب بتاعتي سبكوتينيوس برضو الحقنه 50 ملي، بتاعتي الاندكشن بتاعها المفروض بتاعتي حقنتين على الاقل خالص، تمام، لو 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 نفع، لان الحاجات دي بتتصرف بعلاج نفخ الدوله او تامين صحي، فساعات بيبقوا مقللين الجرعه، بس لو نفع ان العيان ياخد 4 حقن في اول جرعه وبعد كده ياخد حقنتين كل 4 اسابيع يعني كل شهر، يبقى كويس لو قدرنا نوصل الكلام ده. اليوستيكي ماب اللي هو سبكوتينيوس والحقنه 45، ولغايه دلوقتي ما استخدمش في الكرونز او يعني عليه ديبيت في استخدامه في الكرونز ديزيز، لكن ليتر اون تقريبا من شهور بسيطه ابتدى ياخد ابروفال في الكرونز. الفيدلوزيماب وده عامل زي بالظبط الانفليكسيماب، الفايل 300 ملي والاندكشن بتاعته 300 ملي، بتعطي 0 2 6 ويكس، هو المفروض الجرعه بتاعته 5 ملي جرام لكل ايه كيلو ملي جرام، وبعد كده كل 8 اسابيع بتدي له جرعه. حد فهم حاجه؟ كلام صعب؟ لا سهل يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. طب اقوله تاني لو هو غلس؟ اقوله تاني، هو صعب، انا عارف ان هو صعب. انا بقول لك هو مش صعب ولا حاجه، بس في الغالب محتاج يتحفظ يا دكتور من البي دي اف، مش يعني هو الكلام بسيط ان شاء الله. تمام، هو يعني انا قلت بس الحاجات الموجوده عندنا في السوق عشان تبقوا عارفينها، سواء كان الفليكسيباب اللي هو اسمه ريميكاد او الاديليماب او جلومي ماب والسيمبوني، مفيش مانع خالص. احنا يعني ان احنا انا طبعا ممكن الجرعه دي اكون مثلا حافظها عشان انا بشتغل في القصه دي، لكن مفيش مانع خالص ان احنا يبقى معانا يعني معانا الصوره الاخيره دي او السلايد الاخيره موجوده معانا كده عشان نعرف نرشد العيان لو كان هو عنده انفلاماتو باول ديزيز، ايه الجرعه اللي بياخدها اندكشن وايه الجرعه المينتنس. ده موجود نفق الدوله، ده موجود تامين صحي ونفق الدوله في بعض الاحوال، يعني لو في لو حاولت تكتب تقرير، لكن هو الاساس الموجود نفق الدوله انفليكسيماب. الجلومي ماب موجود في بعض الشركات الخاصه وموجود برضو تامين صحي. اليوستيكي ماب موجود في التامين الصحي متوفر، بس طبعا مش لكل الحالات، الحالات اللي هي بتبقى ريزيستنت لكل الحاجات اللي فاتت عشان سعره غالي اللي هو ستيلارا، وموجود طبعا في البيع الحر. الفضلوزيماب ده اقل في التواجد شويه في مصر هنا حاليا، لكن موجود في دول الخليج. حفظنا الحاجات دي وعرفنا ايه الكلام بتاع البيولوجيكال ثيرابي. حد عايز يسال عشان قبل ما ننهي الميتنج؟ تسلم يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله يا رب. طب استفدت حاجه؟ اكيد يا دكتور طبعا. معلش ممكن تكون الحاجات ثقيله، بس بيبقى عندي حب كده ان انا اقول لكم كل حاجه. طبعا البيولوجيكال ثيرابي طبعا يعني في الصيدليه تقريبا ما نسمعش عنه، الاسعار غاليه ومش متابعينه طبعا. ايام ما كنا في الكليه ما كانش موجود الحاجات ديت، فاكيد استفدنا الجزء البيولوجيكال ده كله يعني اول مره نسمع عنه تقريبا. تمام، بالتوفيق وربنا يوفقكم ان شاء الله ودمتم بخير. السلام عليكم.